عاجل جدا، تصريحات مثيرة من المستشار مرتضى منصور بعد اكتشاف فيديوهات لنيرة أشرف رحمة الله عليها، اكتشاف فيديوهات غريبة وصور أغرب، وإنها كانت بتدعم الشذوذ والمثلية. هنشوف مع بعض بالفيديو. وكمان تصريحات من شقيقتها أخت نيرة قالت إيه، هنعرف أخت نيرة قالت إيه بعد ما مرتضى منصور قلب الكفة تاني واتجه لموضوع محمد عادل مع فريد الديب. فريد الديب اللي فضل ورا الموضوع بتاع صاحب التيشيرت الأصفر اللي كان متواجد مع محمد، وإن محمد عادل كان ليه شركاء وناس دفعته يعمل اللي عمله. كلام خطير جدا وقضية صعبة، وكل يوم بنكتشف فيها مفاجآت لأول مرة بنسمعها. يا ترى فعلا كانت بتدعم الشذوذ والمثلية؟ ولو هي فعلا بتدعمهم، يا ترى من حقها تتقتل أو تموت الموتة البشعة دي؟ يا ترى محمد كان بيدافع على شرف معين، إن هو كان متزوجها عرفي ولم يتم الدخول علشان كده لما شاف الفيديوهات بيدافع عن شرفه؟ ده كله كلام طالع من مكتب المحاماة اللي ماسك قضية محمد عادل، هو ده اللي هيقلب موازين القضية في مذكرة النقد اللي الله أعلم هتتقبل ولا لأ. ناس كتير بتطالب انها ما تتقبلش، وان يتم تنفيذ حكم الاعدام وتطبيقه في الفور. بالعكس بيقولوا مفروض ما يكونش في مذكرة طعن من الاساس، وانه المفروض يموت. طب والناس التانية اللي عملت قواضي ابشع منه ليه لحد الان ما ماتوش؟ يعني ليه لحد الان لم يتم البت في حكمهم؟ كلام كتير عن القضية، وبصراحة تصريحات خطيرة جدا جدا. يمكن ناس كتير عمالة تقول ان محمد اتظلم وتم استنزافه وتم السيطرة عليه، وانه يستاهل يتعرض على الطب النفسي. طب هو نفسه قال انا عملت كده بكامل قواي العقلية. طب معقولة واحد واعي وفي كامل قواه العقلية يعمل كده في عز الظهر قدام الناس كلها؟ ما خافش انه عارف ان الناس كلها هتمسكه او مش هيفرق مع الناس؟ طب ما هو لو عايز يموتها بجد ومش متسيطر على دماغه، كان اخدها في مكان تاني، كان دبر ليها موتة بطريقة تانية، كان عمل حاجة تخلي مليون سبب يخليه يعمل كده او لأ. بالتحديد ان هو لأ، يمكن محمد ده او لأ، او يمكن يحط ناس معاه في القضية، لكن في عز الظهر وينفذ القضية بالبشاعة دي، فده واحد تعرض لقهر الرجال. والله ما بدافعش عنه ولا بدافع عن حد، بالعكس من قتل يقتل ولو بعد حين، ولكن احنا بندور عن الاسباب اللي وصلته وسيطرت على دماغه عشان يكون عبرة لشباب كتير تخلى عن الدين والعادات والتقاليد بحجة ان هو اسمه راجل، فاخرج وقت ما اخرج وارجع وقت ما ارجع. ويقول لك ابو اي ولد يقول لك اللي عنده معزة يربطها. طب ما انت كمان اربط ابنك وخليه جنبك واعرف كان بيعمل ايه، وبص في تليفوناته وصاحبه، ومش طول الوقت ده باسورد لكل حاجة. وما خفية كان اعظم. هنكمل الفيديو، ياريت في البداية تحطوا لنا لايك علشان الفيديو يتشاف. على فكرة لو ضغطتوا على اللايك ما بيتعبش حد ولا حاجة، بس والله بيوصل الفيديو لآراء كتير، ونشوف كم التعاطف او كم الحياد سواء مع محمد او مع نيرة رحمة الله عليها. وكمان هيشرفنا جدا لو اشتركتوا في القناة. فريد الديب قال انا لقيت مستندات مهمة جدا هتقلب القضية، من ضمنها قسيمة جواز وصور لنيرة، واي صور اتحذفت او فيديوهات اتحذفت من على تليفون محمد عادل هيتم استرجاعها، وده بقى سهل جدا. محمد عادل نفسه قال تليفوني عليه بلاوي، انا شفت بلاوي وعارف حاجات كتير، بصوا في تليفوني والحاجات اللي اتمسحت رجعوها. لو حضراتكم الناس اللي عايزة تعرف ايه الحاجات، ان جيرانه اعترفوا، وانا نزلته في فيديو سابق، ان جيرانه قالوا ان ناس جوله وكانوا بيلبسوه قميص نوم، وقالوا احنا هنقلبك لواحدة ست، وفي ناس اكدت وتصريحات جات لنا انه تم اغتصابه، فبالتالي تعرض لحاجات مفيش راجل في الدنيا هيستحملها. وطبعا الكترة تغلب الشجاعة، يعني تكتروا عليه ناس كتير كانت موجودة. طبعا مفيش اي راجل هيسمح بحاجة زي كده، ولكن هم كانوا كتير جدا، فده اللي تعرض له. وكمان هو نفسه قال انا مصور حاجات لنيرة ومعايا حاجات، نزلوها اعرفوها.
وبرضو ده مش هيبرر لك اللي انت عملته يا محمد. مرتضى منصور بيتراجع تماما ان هو هيمسك قضية نيرة اشرف بعد ما دخلوا على البروفايل بتاعها وشافوا انها كانت بتدعم الشذوذ والمثلية الجنسية في كذا مقطع من المقاطع اللي كانت بتنزلها او بتدعمها بلايك واعجاب على هذه الصفحات. فمرتضى منصور بصراحة تراجع. دايما بنشوف مرتضى منصور بيدافع عن الدين وبيقول ان الفن حرام واللي بتعملوه في الفن حرام، والكلام ده هو قاله في اخر مقطع ليه عن نيرة، وقال ان احنا بيتعلموا حاجات وحشة من التلفزيون ومحمد رمضان وناس كده، فبالتالي الموضوع ده بقى شائع كتير ولازم نعمل تقنين في الدراما والتلفزيون لهذه المشاهد، لان في شباب بتطلع تقلدها وهي عمية. انا بعمل كده وخلاص. طب ما هو فين الرقابة داخل المنزل، يعني بيوتنا نفسها فين الرقابة اللي متواجدة فيها علشان نعرف نحافظ على اولادنا وعلى الاجيال اللي جاية، بعيد عن ان احنا خسرنا 2 شباب زي الورد، ولد متفوق وبيطلع الاول على دفعته كل سنة، وبنت لسه في ريعان شبابها سواء كانت بتعمل ايه او ما تعملش ايه. احنا ربنا مش وكلنا ان احنا نحاسب البني ادمين، بنعمل اللي علينا، ومن رأى منكم منكرا فليغيره بيده او بلسانه او بقلبه، ده اضعف الايمان. يعني ممكن تقول لها بلاش او تنصحها، ولكن فعلا فعلا اهل نيرة كان عليهم لغط كبير وسبب كبير انهم سابوا بنوتة جميلة ما شاء الله عليها في بداية شبابها انها تشتغل تصرف على نفسها، تكون عايشة في القاهرة لوحدها مفيش حد معاها، محدش بيقولها انت كنت فين او لابسة ايه او بتعملي ايه. وده مش لهم بس، ياريت لكل الامهات يحافظوا الاول على بناتهم واولادهم، وبعد كده نتكلم نقول مين عمل ايه. ياريت يكون اللي حصل ده عبرة لناس كتير. تراجع مرتضى منصور وتمسك جدا من فريد الدين بعد اكتشافه اللي قلنا عليه على تليفون محمد، وان القضية خلاص اتقلبت، خصوصا كمان صاحب التيشيرت الاصفر اللي اتضح ان هو ابن خال نيرة واسمه محمود الطراز، ده طالب في جامعة المنصورة، طالب معاهم بس هو في قسم تاني، يعني نيرة بقسم اللغات الشرقية ولكن محمود ده في قسم اللغة العربية. هو قال لا مش انا ودي مش صورتي، وانا كنت متواجد في المنزل وما بروحش الجامعة كل يوم وما بشوفش نيرة اصلا، ولكن شهود عيان قالوا ان هو اللي كان متواجد مع محمد وان هو اللي دفعه بسبب ما رآه من نيرة، وانه كان بيدافع عن شرفه. لكن عايز اقول حاجة، وياريت ياريت كلكم تكونوا وصلتوا للحظة دي وسمعتوها، ان تقرير الطب الشرعي بتاع نيرة اثبت ان البنت بكر وبنت زي ما هي وبختمها، وده شهادة هنسأل عليها ازاي بقى متجوزها او لها فضايح وهي ما زالت كده، الله اعلم. شكرا جدا ليكم ولحسن استماعكم، واستنوا منا كل جديد ان شاء الله لو في تفاصيل تانية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.